اعرف لكم فيها في حاجه، بس ناكل يعني حته صغيره مع السلطات الحلوه اللي احنا نعملها عشان ترطب على قلبك. طيب تعالي نسمي بسم الله ونشوف مقادير العجه بتاعتنا النهارده ايه. معايا 7 بيضات، تقدري توصلي البيض معاكي ل10، ممكن تعملي 4، يعني عدد البيض ده اختياري، بس انا هستخدم النهارده حوالي يعني من 7 ل8 بيضات على حسب حجم البيض اللي عندك، لو صغير طبعا زودي في العدد. معايا نص كوبايه دقيق، ومعايا فلفل حامي، طماطم مكعبات، ومعلقه كبيره صلصه طماطم، معلقه صغيره كربوناتو اللي هو البيكنج صودا، ومعايا بقى خضره مشكله، شبت، كزبره، بقدونس، وملح وفلفل، كزبره وشطه وبابريكا وكمون، وكتروا الكمون حبه حلوين عشان وبصل ابيض، قلنا 2 بصل ابيض مفروم. طيب وشطه وبابريكا وكمون وزيت. تعالوا نقولهم سريعا مع بعض تاني على طول عشان يعني تراجعوا معايا المقادير. معايا 7 بيضات، نص كوبايه دقيق، 2 بصل ابيض مفروم، ما تعملهوش ناعم قوي عشان افضل حاسه بيه في طعم العجه لما اجي اكل منها، يعني ما بلاش مبشور، دي نفرمه في الكبه حاجه بسيطه او نقطعه على ايدينا. فلفل حامي، طماطم مكعبات، معلقه كبيره صلصه، ودي اختياري، ممكن لو انت عايزاها تبقى لونها فاتح من جوه استغني عن الصلصه خالص. معانا ايه تاني؟ معايا معلقه صغيره كربونات اللي هي بتاعت الطعميه او البيكنج صودا، يعني اي اسم هي تمام. معايا شبك، كزبره، بقدونس، ملح وفلفل وكزبره ناشفه، شطه وبابريكا وكمون وزيت. دي كده مقادير العجه بتاعت، ناقصني بس الدقيق الشيف سيد لو ممكن يجيبه لي. معانا سلطه الزبادي، انا قلت نعمل سلطه خفيفه جنبها يعني حاجه حاميه وحاجه ثانيه تنزل يعني تريح الدنيا شويه عشان بقاش كله حامي علينا. 4 علب زبادي، خيار مبشور ومتصفي، ضروري جدا يكون متصفي، ونعناع مفروم، خل ابيض، معلقه كبيره مايونيز، ودي بتفرق جدا جدا في نعومه السلطه بتاعه الزبادي، يعني حابين نضيفها مفيش مشكله، مش حابين ممكن نستغنى عنها، بس بجد بتدي نتيجه حلوه قوي. طيب ومعايا عصير ليمون وملح وفلفل، بس خلاص دي كده سلطه الزبادي. تعالوا نقول سلطه البطاطس. معايا بطاطس مكعبات مسلوقه في ميه وملح، مفيش اي فكره، حتى ما حطيتش كركم عشان تفضل زي ما هي بلون البطاطس العادي. معايا فلفل الوان مكعبات، ليه؟ لا لا لا، معايا فلفل الوان مكعبات، ممكن فلفل رومي مفيش مشكله، يعني عادي لو عايزين نستخدموا فلفل بلدي مفيش مشكله. كزبره مفرومه فريش، وتوم وخل ليمون ملح وفلفل وبابريكا وكمون، وخلاص على كده مفيش اي حاجه ثانيه. المقادير قدامكم سهله جدا وبسيطه، ممكن برضو واحنا شغالين ناخدهم تاني على الشاشه عشان تقدروا ان انتوا تصوروهم، وطبعا زي ما احنا متعودين كل حاجه بتنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توته مراد. طيب تعالوا نشوف بقى نعمل الحله بتاعتي، سخنه جدا جدا، فانا هشيلها بعيد شويه عن النار. صباح الورد، قاعدة على باب السلم بتاع بيتكم. يا روحي عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ صباح الفل، صباح الوردة على عيونك. عاملة ايه يا روحي؟ بخير، عاملة عجة اهو، بتحبيها؟ تعرفي ان انا ملتزمة اهو حبيبة قلبي، والله انت دايما منوراني. والله حبيبة قلبي، والله دايما منوراني يا روحي. الله يخليك، انت اللي منورة بيوتنا كلها والله. ربنا يكرمك ويفرح قلبي. عاملة عجة اهو. كل الكاست كلهم بخير يا حبيبتي، والله طول ما انتوا بخير. طبعا الاستاذ فداء وشيف سيد والاستاذ محمد كله ذو بيرد علينا، وايوته بقى لها مده ما سمعتش. لا لا ازاي، موجوده موجوده، كلميني عليها وعلى كل الكاست عندك، كلكم تكونوا بخير وربنا يحفظكم يا رب. يا رب اللهم انا بقى من عشاق العجه. سهله خالص، مفيش اي حاجه صعبه جدا، وانا والله جدا ممكن بصي افطر اتغدى اتعشى منها. وبعدين وانا قاعده بتفرج قلت ايه، انا بعمل عن نفسي جنبها سلطه بطاطس. شوفي والله من القلب للقلب بقى بعملها واحبها، دي تتاكل جنبي، دي بتبقى جميله، بتبقى جميله قوي، جميله وسهله ومش مكلفه، ودي اهم حاجه. لا وكلها يعني مغذيه، مش لازم لحوم وفراخ وكلام. طب جربتي تحطي جواها قرنبيط؟ لا بصراحه ما انا عملت القرنبيط لوحده كده بالبيض وكده، انما لا ما جربتش. انا جرب ممكن جربتها، حطيت قرنبيط وحطيت كوسه وحطيت جزر. لا القرنبيط جميل ومغذي طبعا، اكيد صح. اي خضروات حلوه بحبها صح صراحة. طبعا صح يا روح قلبي، ايديكي على كل حاجه بتعمليها يا حبيبه قلبي. يسلم قلبك يا روح قلبي، وربنا يوفقك ويحبب فيكي خلقه، يسلم دايما ما بين ايديكي يا حبيبي، يا رب يا روح قلبي، وينجح لك اولادك. امين يا رب. وعايزين كلنا ندعي للثانويه يا رب، والله لسه منزله بوست عندي يا رب يعينهم. والله يا توته وانا قلبي وجعني عليهم، انا عندي ثانويه عامه ولا انا والله حاسه بيهم صح، ويعني ربنا معاهم. هي الثانويه العامه لوحدها مرعبه، مش والله بقى والله والله فعلا، والقلق ده ربنا ينجحهم جميعا ويحفظهم. امين يا رب، اللهم امين يا رب يا حبيبتي. صباحك زي الورد. سلام يا حبيبتي، سلام يا روح قلبي.
شوف انا حطيت ايه، البصلايه عندي اصفرت، يعني لو تقدري تغميها شويه عن الاصفر ممكن مفيش مشكله، هتبقى برده حلوه جدا جدا. طيب حطيت ايه؟ حطيت فلفل حامي اختياري، ممكن ما تحطيهوش لو انت ما بتحبيش الحامي، بس بصراحه بيدي طعم حلو جدا جدا. وحطيت طماطمايه اهي متقطعه كده، ودي برده اختياري، ممكن للناس اللي عايزاها بخضره بس تحطها. ازيك يا هبه؟ السلام عليكم غاده، معاكي غاده من اسكندريه. غاده ازيك يا روح قلبي؟ بخير. اخبارك ايه؟ بخير طول ما انت بخير والله. كل حاجه حلوه بتعمليها، تسلم ايدك. يسلم لي قلبك وذوقك، عيونك الاحلى والله. تسلم ايديك. عايزين بس طريقه الكنتاكي عشان ما بيطلعش كده زي بتاع كنتاكي بالظبط. بتسلقيه يا غاده؟ بتسلقيه؟ بشوحه تشويحه كده على النار. طيب بصي، هو ليه ثلاث خطوات، لو عملتيهم مظبوط هيطلع معاكي مستوي في القلي من غير سلق، من غير تشويح، من غير اي حاجه. طب تمام، ايه بقى الخطوات؟ هقول لك دلوقتي عليها على طول، هتقفلي وتسمعيني على طول بقول لك الخطوات. بصوا بقى، عشان نعمل كنتاكي يعني الفراخ المقرمشه، ما ينفعش ابدا ابدا بشتى الطرق ان انا اسلقها، بس احنا كده مجرد ما ابتديت في السلق احنا كده ضيعنا الطعم وخليت الفراخ طعمها مش حلو خالص، فما ينفعش اسلقها. دي رقم واحد. رقم اتنين، بتعدي على كذا مرحله. المرحله الاولى بعملها سائل نقع. سائل النقع ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه وخل، ميه وسكر وملح، بنقع فيهم الفراخ 12 ساعه تمام. وببتدي ان انا لما اجي اقطع الفرخه ما انقيش فرخه كيلو ونص، كيلو 100، كيلو 200 كافيه جدا، واقطعها على 8. يبقى عندي قطعت الفرخه عملتها بالسكينه، نغستها عشان ما يبقاش فيه دم في العظم، وبعد كده باخدها بنقعها في ميه وسكر وملح لمده 10 ساعات في الثلاجه. طبعا عايز تحط شرايح ليمون، عودين قرفه، عودين يعني وحدتين حبهان، تنكهي الميه بتاعتك باي طعم انت حباه. قعدت 10 ساعات عندي على في الثلاجه في الميه دي، اعمل ايه؟ اطلعها على خلطه فيها لبن رايب متبهر، بهاراته كتير قوي، لازم اعملها لكم في حلقه ان شاء الله عشان تقدروا ان انتوا تشوفوها. طلعت قعدت حوالي 6 ساعات في اللبن الرايب اللي متبهر عندي، بابريكا بقى، بصل بودره، وتوم بودره والحاجات دي، تخرج عندي على دقيق متبهر بنفس البهارات اللي كانت في اللبن الرايب، وتقلي على طول. النار تكون وسط، يعني الزيت يكون سخن مش بيغلي، تنزل فيه يعني 4-5 دقايق وابتدي هدي النار شويه وغطي الحله بتاعتك ربع ساعه، وهيطلع معاكي احلى فراخ مقرمشه في الدنيا. طيب انا عندي دي خلاص كده، مش عايزه حاجه ثانيه. الطماطم عندي ابتدت ان هي يعني تدبل، والبصل ريحته هايله، حطيت البهارات بتاعتي، هحط دلوقتي الشطه او البابريكا على ما نضرب البيك كده. لو ممكن شيف سيد يجيب لي مقدار الدقيق، عايزين نص كوبايه دقيق بس. خلاص تعالوا بقى نشيلها من هنا، مش عايزه حاجه ثانيه. انا على فكره كمان دي ما جهزتش منها نسخه، لان هي مش محتاجه يعني بالظبط 10 دقايق بتكون في الفرن وتكون جاهزه معايا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط ايه؟ ادي البيض بتاعنا، هزود طبعا ملح وفلفل لازم ضروري يعني، وادي حبه ملح كده حلوين، وحبه فلفل حلوين، وشويه كمون بقى، حبه كمون يعني حبتين ثلاثه كمون كمان كده، وادي شويه كزبره، وخلاص اجيب بس ويسك اقلب الحاجات دي مع بعض واجي لكم على طول. مش هنحط لبن بقى ولا زبادي ولا الحاجات دي، يا دوبك البيض وملح وفلفل وخلاص على كده، مش عايزين اي حاجه ثانيه. نحط بقى ايه؟ ادي الخضره بتاعتنا، شبت، كزبره، بقدونس، وادي الدقيق، ونقلب كل الحاجات دي مع بعض. الريحه بقى تجنن، ريحه البهارات مع الخلطه اللي جنبي دي يعني هايله. نديها شويه شطه صغيرين، حاجه بسيطه كده بس، وننزل بالخلطه دي. بصوا بقى، انا مش هنزلها مره واحده، ليه؟ عشان لو نزلتها مره واحده البيض عندي هيستوي من السخونه، فهنزل واحده واحده. يفضل ان احنا نستنى الخلطه دي تبرد وبعدين ابتدي انزل بيها على البيض والبقدونس والحاجات اللي احنا حطيناها دي، فانا هنزل واحده واحده عشان الحاجه بتاعتي ما تستويش. بنزل على مثلا 3 دفعات. طبعا انتوا لو الخليط ده عندكم اصلا سبتوه يبرد، فبالتالي هنزل مره واحده، مش هحتاج ان انا انزل على كذا دفعه بس. خلاص كده زي الفل،
شايفين بقى ما شاء الله يعني 7 بيضات عملوا معايا كميه حلوه جدا جدا وسهله وبسيطه ومش مكلفه. دي اهم حاجه، يعني عندي الحاجه الوحيده اللي مكلفه شويه هو البيض، ودي هتبقى وجبه كامله عندي فيها كل حاجه، خضار وبروتين وكل حاجه. بس كده الخليط تمام التمام. هجيب دلوقتي الصينيه بتاعتنا متبطنه زيت ودقيق وخلاص اصب فيها الخلطه على طول. تعالوا كده ده القوام المظبوط بتاعه بس كده زي الفل. عايزه تحطي شرايح طماطم على الوش حطي، عايزه تحطي فلفل اللي انت عايزاه حطيه. شكرا يا شيف سيد. هاخدها بقى دلوقتي ادخلها الفرن، مش عامله نسخه فان شاء الله تستوي على طول معانا واحنا بنكمل السلطات بتاعتنا. تدخل الفرن 200 لمده ربع ساعه بكتير او 10 دقائق هتخرج على طول. شايفين لونها وريحتها تجنن اهو. طيب انا هعمل حاجه دلوقتي عشان دي انا نسيتها، احط البيكنج صودا واديها تقليب اهي. ازيك يا مكه؟ الو. ازيك يا قمر؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. اموريني. كنت عايزه اعرف طريقه الرز البسمتي. عينيا اقوله لك دلوقتي على طول. صباحك زي الورد يا قمر. طيب انا حطيت البيكنج صودا، المفروض احطها مع البوله اللي حطيت فيها البيض بس. تمام اهو حطيته وقلبته وبس خلاص كده، مش عايزه حاجه ثانيه. ونقول الرز البسمتي على طول للقمر الصغير اللي كلمه. دخلها الفرن واجي لكم على طول. ان شاء الله تستوي جري جري وما تاخدش اي وقت خالص. طيب هجيب حاجتي نجهز كده زي الفل. تمام التمام. طماطمايه بقى، واحدتين بقدونس، بصوا شكلها حلو ازاي، هايله. فلفلتين وخلاص. شايفين متحمره وحلوه ازاي؟ دي من الطماطم على فكره، يعني دي من الطماطم، صلصه الطماطم اللي احنا حطيناها اهو. سهله جدا جدا وبسيطه، مفيهاش اي حاجه صعبه، وزي ما شايفين اكله سهله قوي قوي من غير اي مشكله. طيب انا عايزه نقطع كده حته نسمي بسم الله. الله استوته زي الفل. كمان هدخل السكينه كده. تمام التمام، مفيش حاجه اسهل من كده اهو. شوف بقى سهله ازاي، بسيطه ما خدتش وقت خالص. اتاكد بس ان الحتت عندي دي اهي. الله بصوا بقى، هسيبها عشان انتوا تتفرجوا. سهله قوي وسريعه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، اكله يعني في السريع كده زي ما بنقول، او في الانجاز لما تكوني كده دماغك يعني واقفه مش عارفه تاكلي ايه او تعملي ايه. الولاد اعملي صينيه عجه زي دي، سهله قوي قوي وكلها فوائد، والخضار يعني مستخبي جوه فبالتالي هياكلوها من حلاوتها جنب السلطات الحلوه دي، ويبقى عندي الموضوع تمام التمام وعملت اكلتي وجاهزه وزي الفل. خدها بقى عندي هنا في الطبق بس. بصوا حتى زي الفل في صينيه، ما خدتش بالظبط 10 دقايق وكانت استوت. حط بقى دول كده جنبها. معلش بقى انا هاخد الطماطميه دي اهي. خلاص بس كده، سهله قوي وبسيطه. عيش بلدي بقى طلع لكم برضو العيش عشان يبقى اكلتي كامله والسلطات والحاجات دي، وتبقى اكلتنا جاهزه وتمام التمام. عيش بلدي بقى الحلو، في على فكره بياكلوها بعيش فينو برضو، ده على حسب بقى انتوا حابين تاكلوها بايه اهو.